والحاجات دي، فالناس قلقان الحقيقة. هل تأكيد ده اللي طمأنت الناس انه مفيش رفع للدعم على الخبز؟ الخبر بتاع الأهرام هو فيه خمسة وزراء كانوا في جولات ميدانية، كان منهم السيد وزير المالية، هو اتكلم عن انه دلوقتي بصدد الانتهاء من اعداد الموازنة العام الجديدة، وهو اتكلم عن ارقام، منها رقم الخبز، منها رقم الأجور المرتبات، منها رقم البترول. يعني بشرة كويسة ان الأجور، يعني بشرة كويسة بالنسبة للي احنا بنشتغل بيه دلوقتي، لكن في رأيي الشخصي، يعني مش عايز اقول رأي الشخص دلوقتي، انه انت بتزود، عايزين رفع الاجور شويه، ما تقدرش تشتغل اقتصاد بالطريقه دي. لازم الاقتصاد يقتضي ان تكون لديك رؤيه متكامله شامله لمم الاقليم، ولازم يعني تشتغل بمفاهيم تعظيم الانتاج وتقليل الاستهلاك وتعظيم الصادرات وتقليل الواردات. للاسف احنا في الثلاثين سنه اللي فاتوا عملنا العكس تماما. يعني ارجو، هي دي الثوره الحقيقيه، رفع اجور من غير ضبط المنظومه هتؤدي لرفع اسعار في المقابل، هتؤدي لتضخم استاذه هبه، لان ايه المنتج، ايه الانتاج، ايه كميه الانتاج. الاقتصاد الحديث فيه تغيرين كبار حصلوا لازم ناخد بالنا منهم، وانا كنت في ديفوس وشفت ده بنفسي. المتغير الاولاني انه لغوا نظريه الميزه النسبيه القديمه وحطوا مكانها نظريه جديده اسمها الميزه التنافسيه. ايه الحاجه اللي حضرتك تقدري تعمليها ومفيش دوله تانية غيرك تقدر تعملها في منظومه العالم المعاصر. والتغير الثاني ان قيمه العمله بتساوي او مستمده منين، مش من الغطاء الذهبي في النظريه القديمه، لا، من مجموع الطاقة الانتاجية لمجموع سكان الاقليم. لازم ناخد بالنا كويس جدا، ده دلوقتي ده قانون دولي. فلازم اخد بالي ان 90 مليون لازم يشتغلوا، لازم ينتجوا عشان الجنيه يبقى له قيمة، عشان الاسعار ترخص، وعشان في نفس الوقت يبقى عندي فائض انتاج عشان اصدر. لا، وفكرة ربط الاجور بالسوق، يعني انا مش هعمل زيادة من غير مربط بالاسعار الواقعية، ده دايما اللي عندنا الفجوة اللي بتحصل. مجرد ما بنسمع ان في زياده في الاجور بتلاقي التجار وكافه من يتعاملون مع مستهلك عادي رفعوا الاسعار، حتى لمجرد ان هم سمعوا ان الاجور زادت بتاعه الناس، وبالتالي كل الغلاء ده بيلتهم اي رفع للاجور. طيب حضرتك دخلت في منطقه تانية، لانه انا رايي شخصي ويعني يمكن اكون غلطان، انه في الدول اللي حالتها الاقتصاديه زي مصر لابد من وجود دوله مركزيه قويه، لابد من ان الدوله يكون لها يعني جانب مهم من السيطره على الاسواق، عشان لو القطاع الخاص جاي يتلاعب انا كدوله عندي القدره ان انا اغطي الاسواق بتاعتي واحكم القطاع الخاص وما يحكمنيش القطاع الخاص. انا لم اصل الى مرحله الرفاهيه الامريكيه او الاوروبيه عشان اتكلم في نظريه العرض والطلب. انا عندي نسبه عاليه جدا ناس جعانه، انا عندي مشاكل في رغيف الخبز، انا عندي مشاكل في الاساسيات في المجتمع. لابد ان توجد الدوله بقوه لتغطيه كل الكلام ده اولا، وبعدين نبتدي نتكلم بقى في التحرر، يبقى بشكل حد مدرج، وحتى يبقى بشكل زي ما قلت لحضرتك يعني 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 متوازي مع الطفرات بقى اللي تحصل في الانتاج والجوده والتصدير والتنافسيه والمفاهيم الاقتصاديه الصحيحه. كل ده على فكره مش هيجي بالترقيع اللي احنا بنعمله دلوقتي. بمناسبه المشكلات اللي بتواجهنا، مش بس الحقيقه في الامور الاقتصاديه، يمكن ده ما تناولناهوش النهارده في منشطات الصحف، لكن في مشكله كبيره قوي في قطع الكهرباء. برافو، استاذنك. كان يمكن الذروه بتاعتها في مناطق مختلفه وصلت لاربع وخمس مرات، وكل مره لساعه وساعه ونص. وكان عندنا ثلاث مرات في منطقه الوراق، ساكنين على النيل في الوراق، ثلاث مرات الكهرباء اتقطعت. في خبر مهم، يا ريتنا ثلاث مرات بتبقى اوقات قصيره. النهارده عادي خمس مرات، كل مره ساعه ونص. النهارده هيتم توقيع اتفاقيه، خلينا احيي اشقائنا في الكويت اللي عاملين دور يستحق التحيه عليه. صندوق التنميه الكويتي بيقدم يعني 100 مليون دولار، بنتكلم في حوالي مليار، لانشاء محطه اسيوط لتوليد الكهرباء، محطه عملاقه كبيره، دخولها الخدمه معناها بيتكلم في مليارات الحقيقه في انشاء المحطه يعني، بس انا بكلمك على الجزء اللي بتساهم بيه، اللي بيسدد بيه صندوق التنميه الكويتي. للاسف احنا ما تطرقناش الخبر ده. هيتم توقيع العقد ده النهارده في اسيوط، اظن هيبقى حاضر السيد وزير الكهرباء، اظن فيه اكتر من حد من الساده الوزراء هيكون موجود، هيوقع العقد ده النهارده، جاري العمل فعلا في انشاء محطه اسيوط، اتمنى انها تدخل الخدمه سريعا. بدخول محطه او اثنين محطات العملاقه هنقدر نغطي الخلل اللي حدث نتيجه العشوائيات اللي حصلت ولم تكن مدرجه في خطه البناء اصلا. ما هو الخلل جاي منين؟ الخلل جاي من حاجتين اساسيتين، العشوائيات اللي حصلت والطفره اللي حصلت في استهلاكات المجتمع المصري. بس احنا لسه ما دخلناش على فصل الصيف واستهلاك بقى اجهزه التكييف والضغط العالي. طب ما هو لازم وعي المواطن بامانه، خلاص احنا بقى حصل اللي حصل. فخلاص لازم يعني انا عايز اقول لحضرتك انه الشعب البريطاني في الحرب العالميه الثانيه كان كل ثلاثه بياكلوا بيضه واحده.
وما اشتكوش. مش ممكن شعب من الشعوب هيعيش يا استاذة هبة في حالة يعني رغد طول الوقت، مش ممكن. الحياة على الحلوة والمرة، احنا عايشنا حلو كتير كويس، هنخش على فترة قد تكون صعبة، نتمنى يعني ان درجة الصعوبة تبقى يعني قليلة بقدر الامكان. لكن يعني اظن ان يعني يتوجب ان يكون المواطن لديه القدرة دائما على ان يكون خادما لمصالح بلده، يعني ما حملش مصالح بلدي علشان نفسي. والكلام ده بقوله للأغنياء قبل الفقراء، لأن الأكثر استهلاكا للأسف الشديد هم الأكثر ثراء. للأسف الشديد ده اللي عايز الأكثر ثراء ده يبقى قدوة بقى للفقير واللي ما عندوش المعدل. لا، وفي قلة وعي برضو على الفقير على فكرة في الاستخدام. يعني احنا لو هنبص لاستخدامات المية وترشيدها والحاجات دي هتلاقي برضو قلة الوعي الكافي أو للأسف الجهل اللي مصاب بيه الكثير من المجتمع المصري، يخلي فيه قلة استخدام رشيد لكافة الموارد. يعني حضرتك كلمي الأكثر ثراء وقولي له من فضل حضرتك احنا مش دولة غنية أوي للدرجة دي، من فضل حضرتك راعي مشاعر. أنا بس مشفقة من الفترة اللي بيعدي بيها دلوقتي الطلبة، وإحنا دلوقتي هنتكلم عن الجامعة وما يحدث في الجامعة، لكن الطلبة سواء في المدارس أو في الجامعات المختلفة يمكن فترات قطع الكهرباء بالنسبة لهم عملية مقودة جدا للاستذكار أو حتى للم الدروس، لأن هم كده كده داخلين متأخر وكده كده هم مكبلين بأشياء كثيرة جدا، فالفترة حرجة. فإحنا بنأمل تخيل حضرتك الأصعدة سواء حضرتك. دخول محطات جديدة، توفر جديدة بجد يجب تتفتح سولار. يعني لما أقبل أني أنشئ مصانع الأسمنت هنا في مصر وهي مصانع مطرودة من أوروبا، سموها كل المصانع التي تلوث البيئة في أوروبا طردوها، او انا انصب على الناس هنا واقول استثمارات جديده واجيب الحاجات اللي مش مقبوله في بلاد تانيه اعملها عندي واجي كمان اديها كهرباء، يعني برضو بعض المسؤولين يخلوا عندهم برضو يعني شويه حياء. يعني هو الحقيقه المشكله على اكتر محور، على محور المسؤول، المثال اللي انا ضربته اني ادي كهرباء لمصانع اسمنت وان اقبل المصانع دي اصلا، لان لازم دي بتخش في دراسات كتيره جدا. يعني طيب علشان عندنا استاذ محمد يعني ثلاث جامعات المصري اخبار، ثلاث اخبار من الشروق ومن الاخبار ومن الاهرام، موضوع الجامعات المصريه الأزهر. في الاول هبة الازهر الحقيقه جريده الشروق، الازهر هتستمر الفتره جايه، ولازم يكون عندنا يعني صبر وطول نفس، لأنه أثناء وجودي في محطة الجزيرة أنا شفت رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، هو في نفس الوقت نائب رئيس اتحاد جمهورية مصر العربية، هو قاعد قدامه خطوط تليفونات وجنبه شنط فلوس وشغلته يشغل المظاهرات في جامعة الأزهر. دي هتستمر الوقت، لأن يعني عناصر استمرارية موجودة للأسف الشديد. هي بتأثر على جامعات تانية عن طريق طلاب الإخوان الإرهابية، هي بتأثر، لأنه ده تنظيم، احنا بنتكلم عن تنظيم، التنظيم زي ما هو موجود يعني موجود في الجامعات بالدرجة الأساسية، بتأثر على موضوعات تانية في صحيفة الشروق العنوان. لكن هستأذنك أستاذ أحمد، الأزهر هو ليه مركز على الجامعات؟ إخواني وطلاب الجماعة يحطمون سيارة العبد ومقتل طالب، هم طبعا بقى طالبين بعد كده، ومواجهات عنيفة في جامعة أسيوط. هو ليه مركز على الجامعة؟ أولا ولذلك يعني خليني برضو أناشد يعني السادة المسؤولين من خلالكم إنه يا جماعة نبتدي فورا برؤية لتغيير وضع الشباب في مصر. احنا بنتكلم عن حوالي يعني الشباب دي شريحة تشمل نص المجتمع، تقريبا 45 مليون، لو اتكلمت عن الشريحة العاطلة فيها مش هتقل عن 20 مليون. انا بتكلم عن 20 مليون حد يعني لازم بسرعة استوعبه واحوله لطاقة منتجة. ممكن ممكن ده نمرة واحد. بتكلم عن شريحة تانية يعني وصل الحال بإسرائيل إنها تتبجح وتقول إن أنا بأدير المجتمع المصري بالريموت كنترول عن طريق المخدرات والبرشام، دي كارثة تانية برضو. ملف يتفتح اتنين، الشاب محبط، الشاب مش عارف يتجوز، الشاب مش عارف يلاقي وظيفة، الشاب ما عندوش شقة، بجد مطلوب من الشقة إيه؟ طيب لما يجي بقى الجماعات الإرهابية وتستغل هذا الشباب المحبط المقهور المحروم الذي لا يمارس حق الملكية في وطنه، اللي ملوش أي حق من حقوق الحياة، لما يجوا الناس دي يستخدموه، طب من الطبيعي جدا إنه هستجيب ليهم. لازم اما نيجي ندرس موضوع ندرسه بموضوعيه وكما هو في الواقع وليس يعني كما نتمنى ان يكون. الشباب المصري عفوا استاذ محمد، يعني انه قربنا على وقت الموجز، في موضوع يهمنا الحقيقه في التلفزيون، يهمكم برضه في الاهرام، يهم كل الاعلام المصري، بتتناوله صحيفه الاخبار في العنوان بيقول ميثاق الشرف الإعلامي لا يهدف إلى تقييد الحريات، وهي بتنقل عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب هذا القول في سياق تأكيده على توفير بدائل بالنسبة لسكان هضبة الحرفيين، وتأكيده أيضا على أن ميثاق الشرف يعني لا يهدف إلى تقييد الحريات.
يعني ده تأكيد من رئيس الوزراء في الاجتماع اللي هو كان بالأمس على مسألة ميثاق الشرب بعد اللغط والجدل اللي دار انه بيهدف للسيطرة على الإعلام سواء العام أو الخاص أو توجيهه أو كده. حضرتك الآن من ميثاق الشرف الإعلامي ولا إيه؟ لا أنا الآن من الإعلام لكن حول حضرتك. أنا بس خليني أواجه تحية الحالة الدكتورة شرف الدين، لأن يعني أنا شايف يعني متألق يعني داخل المسبير وخارج مسبيره، فبجد ربنا يوفاها يا رب. هي وضحت سيادة الوزيرة أنه ميثاق الشرف لا يعني أنك تفرض رأي أو اتجاه على الإعلام، لكن أن يكون هذا الإعلام خاضعا لقيم، لأخلاقيات. النهاردة أنا حضرتك تفتح الأهرام تلاقي إعلامي كبير جدا محطوطة صورته بصفحة الحوادث ومطالب بسداد 16 مليون جنيه. يعني مليون سؤال يتفجر في راس حضرتك حوالين القصة بالشكل ده. طب وكيف يكون ده إعلامي؟ وكيف يكون إعلامي كبير؟ وعند من يعمل؟ وكيف يعمل؟ وتفتح في التواريخ والخلفيات والتفاصيل. أنت عندك ثلاث أنواع من الإعلام: إعلام الدولة وهو إعلام مسؤول بيتاخد عليه إنه بتاع الحكومة قوي، طيب، وعندك إعلام الأحزاب وكان مفروض أن يقدم يعني رؤية معارضة ناضجة موضوعية، للأسف الشديد مرتبك ولسه ما قدمش. وعندك بقى الإعلام الخاص، الناس بقى اللي حولوا كل حاجة أسوأ ما في عهد حسني مبارك أن السياسة تحولت إلى عمل تجاري وأن الصحافة تحولت إلى عمل تجاري. وكنت بضرب أمثلة بصلاة التحرير يا أستاذ أحمد، اللي المحرر فلان شغال حساب رجل أعمال فلان، محلل فلان الرئيسة فلان، والمطربة فلان، اللي مش عارف في السفارة الفلانية، السفارة العلانية. حضرتك الناس الصبح بيتجمعوا في صالة التحرير وكل واحد جاي معاه كلام. نعم. يعني هل 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 النوع الثالث، هل هذا هو الإعلام الذي أصنع به مستقبل مصر وإنسان مصر بجد؟ لازم أعيد نظرة كل كان فارغ ده بجد. ثانية تقريبا على موجز الأخبار، النوع الثالث اللي حضرتك أشرت إليه الإعلام الخاص. أنا يعني كل ما أرجوه مش هتدخل في خاص وحزبي وقومي، لكن لا يمكننا أن نبني هذا الوطن أو إنسان هذا الوطن إذا ظلت الحالة الإعلامية على ما هي عليه. يتوجد أن يكون الإعلام المصري بكل فصائله إعلاما خادما لبناء الشخصية المصرية وللوطن المصري على النحو الذي يعظم من قيم الإنتاج ويقلل من قيم الاستهلاك، يعظم من قيم التصدير ويقلل من قيم الاستيراد، وفي كل الأحوال يصنع الإنسان المنتج الغيور على بلده الطامح في أن يستعيد لها مكانتها في العالم. ده يمكن هو الواقع بالنسبة للإعلام ودوره في أقدم الديمقراطية الحديثة. لا يعني أن الحرية لا حد لها ولا قيود عليها إذا أضرت بالمجتمع. الحرية توجد حيث توجد المسؤولية والالتزام. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك أستاذ أحمد. بشكرك. شكرا ليك يا فندم الأستاذ محمد المصري نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. شكرا أستاذ. مشاهدينا الكرام، تذكرة سريعة بأبرز عناوين الساعة.